خواتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين على بركه الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد خواتي خواتاتي. اليوم بغيت نشارك معكم يعني شي حاجه تقديتها وبغيت نشاركها معكم، وتبعوا معايا لا فيديو ان شاء الله حتى الاخر. خواتي خواتاتي، اي دار مغربيه كتلقاي عندها هاد الماكينه، هي اللي كنديروا بها الشباكيه، كنديروا بها الرزيزه. يعني اي بيت مغربي كتلقى عنده هاد الماكينه، يعني كتساعده في بزاف الحوايج رائعه. كان دابا مع رمضان قرب كتساعدنا في الشباكيه بزاف، وكتطلق لنا يعني شباكيه باش نقدروا نخدموها دغيا، يعني رائعه. وكنديروا بها الشباكيه وكنديروا بها الرزيزه بزاف، يعني كتساعد بنادم في بزاف في الحوايج. خوتي خواتاتي، اي واحد في البيت ديالو يعني عارف بالله هاد الماكينه راه معروفه، وخا تكون ما عندوش في الدار تيكون المهم عارفها، يعني عارفه بالله كتساعد في الشباكيه، كتساعد في الرزيزه، تبارك الله ما شاء الله زوينه. هيا كنصحكم واحد النصيحه، ما تغسلوهاش، دائما امسحوها فيما تكونوا تديروا شي حاجه، يعني تمسح. الا مشات تتغسلات يعني كتخسر. المهم هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، انا عبغيت نوريها لكم. ولكن خوتي خواتاتي، تفاجات بهاد الماكينه وهاد الاله الرائعه والزوينه، هي اللي ساعدتني في بزاف الحوايج هادو. هي يعني هذيك الحاجه الصعيبه يعني ما بقاتش عندي، ولا عندي سهله بزاف. يعني رائعه وزوينه هاد الاله، وبارخص ثمن. فيما مشيت للاسواق لاي حاجه تتلقايها موجوده وبارخص الثمن، يعني رائعه. الانسان اللي ما باغيش يدير الرزيزه في هاد الماكينه وعتعذبوا عليه بهاد الاله الزوينه، الاله الرائعه، يعني بارخص ثمن ولكن زوينه ورائعه. ما شاء الله. وان شاء الله دابا نشارك معكم الرزيزه كيفاش كدار بهادي. خوتي خواتاتي، كتديروا الرزيزه، يعني كتقطعوا الطريقه، رانتوما عارفين تاع الرزيزه كيتقطع الملوي مزيان، ولكن هذيك كتخدم تكون الملوي دواور ويكون بحال رزيزه قاصح. ومن كتطلقيها مزيان، المهم كديري لها ديك الزبده وديك الشيء، كتبقاي تشرطيها بحال هكا بحال هكا، يعني تدي ديك الشيء رقيق تبارك الله. صافي كتديري لها الزبده وكتبقاي تلويها بحال هكا، وها ها الرزيزه ديالك واجده، راها رائعه وزوينه، وجربتها وعجبتني. يعني كانت في الاول كدي بحال هكا، ولا شتي شي حاجه رقيقه كتولي ترجعي بحال هكا، ها الرزيزه ديالك واجده، يعني بارخص ثمن وعجبتني. وشت واحد السيده كديرها ما شاء الله عليها، وخرجت قلبت عليها لقيتها موجوده، وليت معتمد عليها. يعني لما فيا من نجبد هاد الماكينه هادي، خصك عاد ديري لها الارقام وهادي وتحطيها. لا كنتي ديري على الرزيزه كتنوضي كديري هاد الماكينه دغيا، كتسهل لك الماموريه، يعني دغيا كتسهل لك الرزيزه، وهي واجده وزوينه ورائعه. يعني ما شاء الله انا عجبتني بزاف، وليت دابا معتمده عليها، يعني وعا كنمسحها ما كنبغيش نغسلها، باش حيت دابا هادو حديد يعني كينخافو انا يصطيو ليا، ما كنبغيش. صافي كنمسحها وكنخليها فيما نبغي ندير الرزيزه، كنديرها بهاد الاله الزوينه العجيبه وبأرخص ثمن وموجودة في الأسواق. أما هذه باش كتعجبك، يعني كتسهل لك بزاف الحوايج بالشباكية. الشباكية يعني دابا حنا جاي وقت رمضان، الله يدخلوا عينا بالصحة والعافية يا ربي.
كتسهل لينا من كنبغيو نطلقوا الشباكيه، يعني تسهل علينا دغيا. وكذلك الرزيزه ما شاء الله راه كت دغيا كتردها لك شي حاجه رائعه، المهم كتسهل عليك بزاف الحوايج. هي فيما تكونوا تديروا فيها شي حاجه ما تغسلش، الا تغسلت غتخسر. دائما تمسح وتحط في كرتونه، انا دابا دائما محافظه عليها في الكرتونه ديالها، ما كنخليهاش خارجه، كنخدم بها ونمسحها بطرف يكون نقي صافي، وكنردها لبلاصتها نبقى محافظه عليها. حنا كنشريو الحاجه بثمنها، خصنا ماشي غنضيعو، فهمتي؟ داكشي كنخليها محافظه عليها. وهذه انا راه انا راه درت هذا الفيديو خصيصا على هذه، هي هذه حاولوا تقلبوا عليها. وكاين اللي كيدير واحد الملوي رقيق، كيطلق الملويه كيطلقها كيدهنها بالزبده وكيبقى يشرطها بحال هكا، شي 10 طاب بحال هكا وكيبقى يصافي ويلويها. ها الملويه كتجي محلوله وزوينه بهذه الاله، هذه تقدر تساعدكم في الملوي وتساعدكم في الرزيزه، راه رائعه وزوينه ومجربه. وانا شفتها في واحد عند واحد السيده، ومن خرج قلبت عليها لقيتها، وليت نجربها لقيتها ما شاء الله زوينه بزاف. واي حاجه خوتي كنبغي نشاركها مع خواتاتي، اي حاجه من النهار الاول قلت لكم، اي حاجه كنبغي نشاركها معكم، وان شاء الله نشارك معكم رزيزه، نشارك معكم شباكيه، دابا رمضان جاي ان شاء الله نشارك معكم السفوف. تبارك الله ما شاء الله المغربيات كلهم راه كيعرفوا السفوف، ولكن كل واحد كيدير الطريقه ديالو. ان شاء الله بقى نشارك معكم بزاف الحوايج. كنتمنىكم تشجعوا هذه القناه الصغيره، طلعوها ودعموني بلايك وتفعلوا الجرس، وصلكم الجديد ان شاء الله. دائما الجديد عندي، دائما ان شاء الله نوريكم الجديد. يا ربي حبيبي يرفع علينا هذا الوباء، يا ربي يا ربي ارحم الاموات، يا ربي يشفي المرضى كاملين، يا ربي يا ربي افتح لينا باب الخير، يا ربي يا ربي نشوفوا حياه زوينه، يا ربي يدخل علينا هذا رمضان نتلاقاو مع الاحباب، نصليو التراويح، نصوموا صوم زوين ان شاء الله. يا ربي يرفع علينا هذا البلاء، يا ربي والنفسيه ديالنا ترتاح، ودخلنا ضحكه زوينه، ويبعد منا هذا الوباء يا ربي، ويبعدوا على العالم كامل يا ربي، ورجعوا ان شاء الله للحياه ديالنا الزوينه، والحياه ديالنا الزوينه كاع رجعوا له الحمد لله والشكر لله. من عطانا ربي يعني امطار فرحنا، والحمد لله والشكر لله. يعني كنا في واحد الحاله العالم كامل كان يمر بها، لكن ربي ان شاء الله من رحمنا بهذا المطر، والدنيا تفتحات وكتشوف الخير تاع الله. الحمد لله والشكر لله من شن هاد الامطار اللي طاحت، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. يا ربي اللي يعرف يعرف الا الله سبحانه وتعالى، اللي يعرف يعرف الا الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، يا ربي يا ربي افتح علينا بيبان الخير يا ربي. خوتي خواتاتي دعموني بلايك وفعلوا الجرس، وصلكم جديد بالصحه والراحه، مع السلامه.